أرحب بالحضور، أرحب بمن أقيم هذا الحفل من أجلهم، مهندسو البيئة والجمال، كما أرحب بالسادة نواب مدير جامعة فرحات عباس طيف واحد، السادة عمداء الكليات ومدراء المعاهد، كل باسمه ومقامه. كذلك أرحب بمن كان سباقا إلى هذه المبادرة، زملائي وزميلاتي طلبة جامعة فرحات عباس طيف واحد، حللتم أهلا ووطأتم سهلا في حفلنا هذا تحت شعار شكرا مهندسو الجمال. وخير ما نستهل به حفلنا هذا كلام الله، قرآنا يخاطب النفس فتخشع. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العظيم. ولنقم كلنا لتأدية السلام الجزائري الوطني. أحيل الكلمة إلى السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية. باسمكم وباسم السيد مدير الجامعة وباسم كافة أفراد أسرة الجامعية لجامعة الصيف واحد فرحات عباس، أرحب بجميع الحاضرين معنا من أجل هذه المبادرة النبيلة التي تتمثل في تكريم الزملاء والزميلات الأفاضل الحريصين على نظافة الجامعة وهذا المحيط الذي نتشارك فيه جميعا. إذ يطيب لي في هذا السياق أن استهل قولي بأن زميلتنا وزملائنا رمز النظافة والنقاء وطيب الخاطر، لهم البصمة القويمة في تفويض الظروف الملائمة من أجل أن تستمر هذه المؤسسة في أداء مهامها، إذ لا يخفى علينا جميعا الجهود التي تبذلونها، وقد لاحظ الجميع جليا عملكم المخلص أثناء فترة فيروس كورونا، فأنتم فاعل أساسي في هذه الأسرة الجامعية المتلاحبة الذي يصدق فيها حقا كلمة العائلة الواحدة. والدليل على هذا التلاحم أن المبادرة يقودها طلبة واعون وخيرون يساهمون في تسجيل فكرة طالب خمسة نجوم، حيث أن النجمة الخامسة تمنح للمندمجين في المجتمع والقائمين بالأعمال الخيرية. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن ألتمس منكم جميعا الوقوف لزميلاتنا وزملائنا وقفة احترام وتقدير تحت تصفيقاتكم. شكرا شكرا شكرا.
شكرا لك سيدي على هذه الكلمات، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي القائمين على هذا الحفل، احتفاء وتكريما لعمال النظافة ومهندسي الجمال في جامعتنا، عرفانا منا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها في سبيل إظهار الجامعة وكلياتها بوجهها الجميل وحلتها البهية. يشرفنا نحن الطلبة أن نرد لهم القليل من جميلهم بهذا التكريم المتواضع الذي كان برعاية مدير الجامعة، حيث نشكره على مساهمته في إنجاح هذه الفعالية. أما أنتم مهندسو النظافة، لكم منا تحية تقدير وإجلال، وبكم وبمجهودكم الطيب يظهر الجمال، وفيكم البذل والتضحية والعطاء والاستبسال، ومعكم تشرق جامعتنا وتنافس في جمالها الخيال. ولكم ولأجلكم أقمنا هذا الاحتفال، فشكرا لكم أنتم يا صناع الجمال. أطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ننتقل الآن إلى جو التكريمات. السيد بلعياط جمال، السيد دانا إذا جات تخدم ما تحشمش من بدونها واللي شافتها. هي الحرة بنت الزاير، عاشت حرة وخدمت حرة، وكي تخرج بالجامعة تحمل حبابها وخدمتها. يتفضل لتكريمها السيد مسخ فيصل. Thank you.
كنا نحترمكم 100% اليوم ولينا نحترمكم 1000%. أول تكريم جاء من طالبة وقلنا بارك الله فيكم، وطالبة شكرا جزيلا باسمي وباسم العمال تاع جامعة مرحلة عباس لكم، كثر خيركم بزاف. السيدة رئيس مصلحة الوسائل والصيانة لكل بزاف دارونا حاجة مليحة بزاف، قيمونا قدرونا، كاين اللي ما عندهاش ولاد كبار ما وصلوش لهذه المرتبة، وهذه الطلبة قيمونا كأمهاتهم كخالاتهم كعماتهم، نشكرهم بزاف اللي تمنوا لهم التوفيق، وشكرا. اليوم قمنا بمبادرة طيبة وهي تكريم عمال النظافة من مختلف الكليات لجامعة فرحة عباس طيف الباز. يعني كانت هذه المبادرة عن طريق منشور في الفيسبوك، فكرة مجموعة من الطلبة، قمنا بوضع مجموعة خاصة على الماسنجر وتعاوننا شوي والحمد لله قدرنا أن نكونوا في المستوى وقدمنا هذه المبادرة على أكمل وجه، وفرحنا عمال النظافة وهذا شرف لنا خوتي، وتحية للزملاء الذين قاموا على هذه المبادرة. والسيدة اليوم هو الشكر والعفاء لجميع عائلات وعمال جامعة ومنكم الشعائر ومنكم خاطر وذاتي ربي يحفظكم جميع فبدونكم لا نجد نظافة، وإذا لم نجد نظافة لا يمكن أن نعمل، وهكذا دوري. إذا مشكورين وربي يجزيكم وجزاكم عن ربي واش معلمة، شكرا جزيلا. وإذا كان هما كرموكم بشهادة فنحن نرجو أن نكرمكم بمعاملاتنا اليومية معكم، فبالتالي فالشكر جزيل. قمنا بهذه المبادرة منذ مدة شهرين، كانت مكللة بالتعب والجهد والكثير من المجهودات، لكنها نالت في الأخير فرحة عمال النظافة، فرحة لا تقدر بثمن، فرحة كانت تعني لنا الكثير، فرحة كبيرة. دموع هؤلاء العمال كانت لها الأثر الطيب في نفوسنا، مبادرة لا تنسى. أقدم بجزيل الشكر لكل زملاء الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الطيبة التي لقت التفاتة جيدة من جميع الطلبة، وتقدم بجزيل الشكر أيضا لعمال النظافة الذين يسعون من أجل نظافة جامعتنا. بكم هي الجزائر فرحة، وبكم
لنشكر الخواطر اليوم ليعني من تحيا الجزائر، من تحيا الجزائر بكم وبنا وبأبنائها دائما حرة مستقلة. I'm not.